والواقع إشارة إلى الحوار الذي جرى بيننا قبل أشهر عن عنوان هذه المحاضرة، فعلا كما ذكر أخي طلال، ولكن تعبت كثيرا حين اختار هذا العنوان. فكما تعلمون عناوين تتعلق بالعلم والمعرفة عناوين لا تجتذب حضورا، هذا صحيح، وإنما السياسة. لكن سعادتي غامرة بأن تكون القاعة قد امتلأت، وهذا دليل على أمرين: أولا على أهمية هذا الموضوع خاصة مع الثورات العلمية والتقنية التي تجري، ودليل على أنه طلال أبو غزالة ظاهرة وبالتالي يستمع له في هذه المجالات. وطبعا أريد على غير عادتنا، لأني حملت أمانة والأمانة يجب أن تؤدى، الأستاذ ميشيل صايغ غادرنا بعد أن وصل إلى المكتب مبكرا ليحضر المحاضرة، ولكن جرى طارئ محبب لديه مما اقتضى أن يغادر. لكن حملني سؤال لأخينا طلال بموضوع اليافطات والمشكلة التي جرت، لأنه يحب، وأنا متأكد كثيرين يحبون أن يعرفوا النتيجة. فهذا سؤال برسم الإجابة لديك أخي طلال. والآن ننتقل إلى طبعا الأستاذ ميشيل، هو رئيس هيئة مديرين مؤسسة فلسطين الدولية، والست ليلى، معالي السيدة ليلى شرفي رئيسة مجلس أمنائنا، ونحن نعتز بهذه القيادة لمؤسسة فلسطين الدولية التي بينها وبين المنتدى العصرية والمدارس العصرية شراكة استراتيجية من أجل نشر المعرفة. أيتها السيدات أيها السادة، كما هي عادتنا في هذا المنتدى، ضعفي الوقت يخصص للجمهور، وبالتالي المجال مفتوح أمامكم للأسئلة، وإذا ما وجد عدد معقول من السائلين سنأخذ 3-4 أسئلة أستاذ طلال ونتابع. تفضلي، الأولوية عندنا دائما للسيدات، فتفضلي. ثم يليه أشياء كثيرة، الآن تعلمت جديد أن المعرفة أولا ثم تليه أشياء أخرى. أريد أن أفهم ما هو مفهوم المعرفة الذي يعني أعطيته الأولوية في الهرم وغيرتها مفاهيم لدي. أتفق معك، يعني قد أفهم أن المعرفة هي التكنولوجيا، هي التقنية، هي العولمة، هي الإنترنت، لذلك أصبحت أهم من الاقتصاد لأنها متاحة للجميع، وأما الاقتصاد فهو ليس متاحة للجميع. شكرا سيدي، تفضل اخي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حاضر عبد العزيز، نشكر منتدى العصريه وسعاده الاستاذ احمد عبد الرحمن على ما يكون فيه دائما من محاضرات مثقفه وللجمهور باشياء كثيره، وكل الشكر للاستاذ دكتور بدأت بالمعرفه. وكل شيء بالدنيا يحتاج إلى تأسيس. ما هو تأسيسنا في الأردن وفي الدول العربية للتقدم بالمعرفة؟ ثم إذا كان لم يكن هناك سر، ما هي تأسيسات بالنسبة لفلسطين؟ ما هي؟ تأسيسات فلسطين الخطة التأسيسية للمعرفة. مش واضح لأنه قريب كثير، مش واضح. أخرى من الأسئلة، حاضر. السلام عليكم. أنا عوض ثاني. شكرا موصولة كل قائمين على المدبث. دكتور، بشقين السؤال تقريبا. اول شيء بالنسبه لاستعمالات اللابتوب والكمبيوتر، تعرف اللغه الموجوده فيه اللغه الانجليزيه، هذا ضعف شديد او اشد على اللغه العربيه، لان احنا بس الحاجه ان نقويها. يعني اليهود اللغه العبريه تاعتهم اللي هي اللغه تعرفها وقفوا عليها، ونحن اللغه العربيه رجعنا فيها لورا.
الطب بدرس في اليونان في كل جميع في كوريا في في لغات اللي عندنا الوطن العربي مع سوريا فقط لا غير. وهذا الباقيين الفرق بين الشرق والغرب عندنا بين الاردن الوطن العربي الشرق والمغرب العربي فيش اثنين اطباء بدرسوا مع بعض لانه في فرنسا هذا بالانجليزي. اثنين بالنسبه للصين ولو سالت السفير الصين لو سالت السفير الصيني بعمان انت اكثر انسان على اطلاع فيه مع صار في حكوا مع صحفيين من عمان الصين القادم او ما نحن نتوقعه الصين ولا قال جاوب السفير الصيني في عمان هنا قال لا 2020 ولا 40 ولا 50 ولا 60 نحن بنطمع نكون محل الولايات المتحده يعني ما تتوقعش الصين يكون له مظاهره في الوطن العربي او بالعالم وشرطه تصرح يعني بكين تصرح الصين يعني ملتهي بحاله مليار ونص وماشي على امورها ثابته السياسه على طرف وماشي بالاقتصاد والمعرفه. نعم وشكرا. شكرا لك. تفضل دكتور. سيدي أنا مشروع العبدلي مشروع كان خطأ أن يبدأ وأنا كتبت هذا الكتاب هذا الكلام في كتاب رسمي إلى رئيس مجلس الوزراء الذي هو الرئيس الحالي الآن وكان وقتها وقلت له أرجوك أن لا توقع قرار إنشاء مشروع العبدلي لأنه سيكون كارثة اقتصادية على البلد لأنني كرجل يفهم شوي في هذا الموضوع أقول لك أن هذا مشروع جدواه فاشلة وفعلا الآن المشروع متعثر وهو مشكلة هو يشكل الآن مشكلة للدولة بمعنى أنه كيف تخرج من هذا المشروع بعد أن استثمرت واقترضت أمانة عمان اقترضت مبالغ هائلة أغلبها كان لهذا المشروع البنية التحتية فيه للطرق والتي اخترعت اختراعا ونقطة الكلام أيضا في كتاب ونشر مش عم بحكي شيء سري كتاب مفتوح لرئيس الوزراء في ذلك الحين اللي هو الرئيس الحالي ووجهته في الصحف بأن لما اكتشفوا أني أنا لن أسمح باستملاك الأراضي لبيعها لمشروع خاص اللي يملكه البهاء الحريري للسعد وبهاء غير سعد وفي خلاف بينهم وليس حتى ما يفهم أنه في موضوع سياسي بهاء عندما قلت هذا الكلام قلت أنهم سيسعوا لتغيير المخططات ليجعلوا مواقع مبانينا طرق وأنفاق يعني كلفوا الدولة ما لا يقل عن 200 مليون ليقيموا طرق وأنفاق مكان مبانينا ليقولوا أنها استملكت للنفع العام وهكذا حصل إنما الموضوع لحد الآن بحب أقول لكم لم ينتهي ما زلنا في القضاء مع أمانة عمان في هذا الموضوع ومع مكافحة الفساد يعني نحن لن نسكت وأنا قلتها يوم في مؤتمر صحفي أنا في هذا العمل كان كتير أربح لي أن أقبل ما عرض علي من قيمة من أن أدخل في هذه المعركة الخاسرة وأنا أعرفها خاسرة بمعنى المالي ولكنها بالمعنى المعنوي كانت رابحة وقلت يومها في مؤتمر صحفي عام على الإعلام أنني بهذا الإجراء أنا أنفذ مقولة جلالة الملك الذي قال نحن ندافع ونحترم سيادة القانون The rule of law نستعمل دائما كلمة عبارة rule of law أنا أردت rule of law خلي المحكمة تحكم لي بعشر دنانير ولا أن يأتيني إلى مكتبي من يهدد بأنه إذا ما بعتنا إياها بنستملكها فقلت له أنا عارف أنه راح تستملكها وعارف أنه راح تستملكها بأقل كثير مما أنت عارض علي ولكن أنا أريد القضاء أن يحكم بهذا الموضوع والقضاء لم يحكم بعد حتى الآن وما زالت المعركة مفتوحة ولكني لست من الناس الذين يشيرون الشغب والبحث في مواضيع غير مجدية للمجتمع يعني ما بدي أعمل موضوع اجتماعي وموضوع سياسي رفضت أن أتكلم فيه على أي فضائية في الدنيا رفضت أن أتكلم فيه مع أي وكالة أنباء رفضت عالجته كله في الإطار الأردني وبما سمح به القانون أقول للأمانة والتاريخ أن الدولة بكل أجهزتها لم تتدخل ولم تحاول أن تفرض أو تعرقل أو تتصرف بأي شكل انتقام للأمانة أن كان موقف الدولة بكل أجهزتها وأنه بحط خط تحت كل أجهزتها كانت والحمد لله تركت الموضوع يأخذ مجراه حسب الأصول هذا في موضوع الموضوع هذا حتى لن طول أكثر منه في موضوع المعرفة أنا أريد أن أكرر أن أتكلم عن المعرفة لا أتكلم عن التطور الصناعي ولا التطور الزراعي ولا التطور الاقتصادي ولا التطور بأي مجال
أنا أتكلم المعرفة هي تحديدا استعمال تقنية المعلومات والاتصالات في كل مناحي الحياة.